بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مولانا الخليفة، أيها الجمع الكريم المبارك، تقبل الله صلاتكم وصيامكم وصالح أعمالكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. إذا نلتقي في هذه المناسبة الكريمة في هذه الليالي الرمضانية المباركة في شرف المكان وشرف الزمان، شرف المكان في هذا المكان الطيب الطاهر العامر بذكر الله والعاقب بتلاوه القران، وشرف الزمان شهر رمضان وهذه الليله المباركه ليله الفتح الاعظم فتح مكه التي نصر الله فيها الاسلام وهزم فيها الكفر اشد هزيمه. اذا متابعه للدروس الرمضانيه او المحاضرات الرمضانيه يسعدنا في هذه الليله المباركه ان شاء الله ان نستضيف الاستاذ محمد البشير خير الدين التجاني في محاضرة بعنوان معية الله وأثرها على الفرد والمجتمع، فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيدنا الخليفة مولانا، تحية طيبة في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر المبارك، تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم وزادكم من كل خير. بمثابة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في مثل هذه الأيام المباركة وبعد صلح الحديبية، كانت حادثة من أهم الأحداث في تاريخ الإسلام هي الفتح الأعظم، فتح مكة المبارك. كانت قبيلة خزاعة حليفة للمسلمين، وبنو بكر حلفاء لقريش، غير أن الكفار لا يثبتون على عهد، فغارت قريش مع حليفتها بني بكر على بني خزاعة وقتلوا منهم نفرا، فطار طائر بني خزاعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة وأخبر، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمر بن سالم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقرر فتح مكة. كيف كانت استراتيجية الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه أو في هذا الفتح؟ خط الرسول عليه الصلاة والسلام خطا استراتيجية عسكرية تحدث عنها الخبراء العسكريون المعاصرون. أول خطوة هي كتمان. لم يعلم أحد بوجهة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى المقربون. ثانيا، أغلق المدينة وأرسل عيونه حتى لا يصل الخبر إلى قريش. خرج الرسول بعد ذلك
في نقاط بعشرة آلاف مسلم مهاجرا وأنصاري وصلوا هم الآن أو قبل هذا من استراتيجيته ما يسمى حاليا بالتمويل. بعث سرية في اتجاه طريق حتى إذا لقيها أحد وعاد بالخبر يظن بأن الرسول سلك هذا الطريق والرسول بجيشه سلك طريقا آخر. عسكر حول مكة بعشرة آلاف مقاتل مسلم وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة أن يشعل كل واحد مشعل. تصوروا عشرة آلاف مشعل. هذه استراتيجية ثانية النفس الحرب النفسية بث الرعب في أهل مكة حتى لا يجرؤ أحد أن يواجهه. وقبل هذا هدف الرسول عليه الصلاة والسلام في كل هذا الفتح أن لا تراق الدماء، أن يدخل مكة مسالما. يأتي أبو سفيان يسلم يؤمر بأن يدار به في صفوف المسلمين فانبهر لهذه القوة فقال لمرافقه لقد عظم ملك ابن أخيك. فقال له إنها النبوة يا سفيان. الخطوة الثالثة قبل الدخول أو الخطوة التي تليها قبل الدخول الرسول عليه الصلاة والسلام أمن مداخل المدينة وقسم جيشه إلى أربعة أو خمسة أقسام. كل مدخل أمر بجحد فصائله أن يدخل له. لماذا؟ حتى لا يخرج أحد بخبر إلى حلفاء قريش ربما تأتي النجدة أو لا تأتي النجدة فيجد جيوش المسلمين. إذن استراتيجية محكمة. هناك شيء آخر، الرسول عليه الصلاة والسلام قال من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. ستفرغ شوارع المدينة. هذا ما يسمى حاليا بحرب التجوال. شوارع المدينة خالية لا تقع مواجهات، فيدخل الجيش الإسلامي. يدخلها الرسول عليه الصلاة والسلام في ثلاث صفات. يدخلها قائدا مقاتلا بجيشه وراءه الكتيبة الخضراء، ويدخلها نبيا يذرف الدموع حمدا وشكرا لله، ويدخلها إنسانيا اذهبوا فأنتم طلقاء عفا عن المشركين. هذه باختصار شديد هي حادثة فتح مكة. هذا كله كان بفضل معية الله سبحانه وتعالى لرسوله وللمسلمين. فما هي معية الله معنا أيها السادة؟ سيدنا معية الله تعني طمأنينة النفس، تعني إشراقة القلب، تعني تذوق وتلمس معية الله معنا، أن تشعر بأن الله معك في كل حين ولحظة وسكون وقول وفعل. هذه المعية التي تورث انكسار القلب، تورث سجود القلب. هذه المعية التي يقسمها السادة العلماء إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة.
المعية العامة هي كون الله سبحانه وتعالى مع كل ما سواه، إنس وجن وملك وطير وحيوان ونبات وسوى ذلك، هو معه ومعنا منذ الخلق مراقبة حفظا وحسابا بعد ذلك. هذه المعية تسمى المعية العامة، وهناك معية أخرى هي معية خاصة. هذه المعية الخاصة هي لعباد الله المؤمنين، لنا أمة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا معية خاصة بأنبيائه، أن الله سبحانه وتعالى مع أنبيائه عصمة، فلا يقع منهم الخطأ والذنب والمعصية بالله، وتأييدا ونصرة وقوة وثباتا. سيدنا هارون وسيدنا موسى عندما أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى فرعون العاتية قال ربنا إننا خاف أن يطرد علينا أو أن يطغى. مش قال ربي سبحانه وتعالى، قال كلا إنني معكما أسمع وأرى. فكان النصر لهما. سيدنا موسى لما خرج بقومه وتراءى الجمعان، فرأى أصحاب موسى أن البحر أمامهم وفرعون عدوهم وراءهم، قالوا إنا لمدركون. معية الله كانت هنا مع نبيه، قال كلا إن معي ربي سيهديني. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. معية الله سبحانه وتعالى الخاصة كانت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت معه منذ اللحظة الأولى التي كتب فيها ربنا سبحانه كتب فيها القلم لا إله إلا الله محمد رسول الله، بدأت معية الله صلى الله عليه وسلم واستمرت إلى ظهوره وتأييده على الكفار، نصره عليهم. ماذا قال وهو في غار طور؟ لا تحزن إن الله معنا. فكان معه ولم يكتشفه أعداؤه، كان معه عندما غارت قوائم حصار صراخ وهو يلحق بها. هذه معية الله كانت مع أنبيائه. معية الله أيضا كانت مع جنود بدر. في غزوة بدر خرج المسلمون إلا لا يريدون الحرب، لا يملكون إلا سلاح المسافر كما يقولون، ثم يتقرر الحرب ويقر رسول الله صلى الله عليه وسلم مواجهة الكفار. الكفار عدو يكبرهم أو يفوتهم فوقهم بثلاثة أضعاف، هم 300 والآخرين 750 تقريبا، الموقف حرج. هنا تظهر الثبات، هنا تظهر التمسك بالمبدأ، هنا تظهر قوة العقيدة، قوة الوقوف وراء من يقودك. موقفنا وتأييدنا وثباتنا وراء سيدنا هو كما كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام خلف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الرسول أشير علي، فيقول سعد بن معاذ آمنا بك وصدقناك وعلمنا بأن ما جئت به الحق
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فوالذي بعثك بالحق لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك. ونقول لسيدنا نحن معك وراءك، فسر بنا على بركة الله إلى ساحل النجاة. هذه معرفة بالله سبحانه وتعالى مع عباده المسلمين. فأنزل الله ملائكة تقاتل معهم، وكان النصر لهم. هذه المعية، معية الله. معية الله أيضا تكون مع أوليائه. قرأت سيرة تفسير الحجر التبسيمي رضي الله تعالى عنه، فوجدت أنه مؤيدا بالله، منصور بقوة الله سبحانه وتعالى، فكان النصر له وكان ربه معه في كل معاركه دفاعا عن تمسين وعن زاويته ضد بن جلاب. معية أخرى وقفت عليها هي تلك الحماية والحصن والتأييد الذي كان مع الخليفة الشيخ سيدي أحمد بن الفرد الجامع الشيخ سيدي حمار رحمه الله ورضي عنهما. عاش في فترة عويصة استطاع أن يسيرها بمعية الله له، فخرج منها وخرج من أحباب المسلمين إلى شاطئ البر والأمان، فكانت معية الله معه. هذه معية الله كيف نستجلبها؟ كيف نحصل على معية الله سبحانه وتعالى؟ باختصار شديد نحصل عليها بتقوى الله، فكل شيء مع تقوى الله. لذلك تجدون أن جل رسائل الشيخ سيدي أحمد تجاني رضي الله تعالى عنه عندما يبدأها يدعو فيها إلى تقوى الله. النقطة الثانية هي الصبر. ربي سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وصل الله مع الصابرين. أن تصبر في مغالبة نفسك تجنبها المعاصي، وأن تصبر على الطاعة فلا تخذل فيها. والتقوى بصفة عامة والسادة يعرفها العلماء بقولهم أن يجدك الله حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك، أن تجمع بين ما أمر وتجتنب ما نهى. هذا ما هو أو تعريف كامل للشيخ سيدي أحمد التجاني عندما سئل عن التصرف. سئل عن التصرف ماذا أجاب؟ قال: امتثال الأمر. والامتثال معناه أن تطبق الشيء دون أن تسأل لماذا. امتثال الأمر واجتناب النهي. شوفوا يمشوا في خطين متوازيين. الشيخ سيدي أحمد التجاني لأنك إذا أكثرت من الطاعات ولم تتوقف عن المعاصي فلن تحسب أو أن تستفيد شيئا. قد يكون الفاعل هذا هو المفلس الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة بحسنات وما قد تكلم في هذا وسب هذا وأخذ، فتقل حسناته. إذن التقوى الصبر. فكذلك بماذا نستفيد أو ما هي الثمار التي تتركها أو يتركها معية الله سبحانه وتعالى في نفوسنا؟ إن نحن صبرنا اتقينا الله سبحانه وتعالى فيكون الله معنا، يكون معنا نصرة وتأييدا وحفظا ومعونة وتوجيها. نستثمر أن نتمتع بذكر الله سبحانه وتعالى، نصل إلى معية الله تفضي بك إلى أن تتمتع بعبادة الله، أن تتمتع بذكر الله، أن تطمئن نفسك بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حسن المعاملة نستثمرها بحسن معاملتنا، أن نعفو عن من ظلمنا بل نحسن إلى من ظلمنا.
مش يقول شخص بحجان في هذا المجال، يقول أكثر العفو عن الخلل والصفح عن الزلل لكل مؤمن، وآكد ذلك لمن وخاف في الطريق. ويقول فإنه من عفى عن زلة عفى الله له عن زلات. هذه هي معية الله بصفة موجزة مختصرة. سيدنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وأن يبارك لنا في أيامك وفي أنفاسك، وأن يجعلك نورا نهتدي به وسراجا نستنير به. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق، الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومن دار العظيم. سبحان رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب
Bye.
Thank you.
أيا زائر هذا الحما فزت من هنا فثق فيه بالبشرى ودع كل تخمين لقد جئت باب الله من غير مرية ومن جاء تأدب بآداب الملوك بهاهنا مليك بحكم الله صاحب تمكين فسلم وقف مستشفعا بجنابه إلى هنا وارث الختم تجان رتبتان خليفة الأرض علي التماسين حما كل مظلوم هدى كل حائر رضا كل مهموم غنى كل مسكين فيا سيدي إني أتيتك زائرا نزيلا وهل يشقى نزيل السلاطين ضريحك أنوي وإن كان في الثرى وقبرك من طيب وإن كان من طيب تنم به عن طيب سرك نفحة سماوية من برزخ الرياحين فلا بد أن يعطى نزيلك سهله فيرضى وأن يحمى فيحمى بتحصين أذب حسن ظني بالقبول وبالرضا بجاه بنيك الأكرمين الميامين وقوقادة للأحمدية سادة وهم رفاع ودمت وجيها عند ربك شافعا ولا زلت في الدنيا عليا وفي الدين يا دليل الغرغر مكبر يا دليل الغرغر أبكواني
بسم الله بدير بسم الله فتح الاشعار منذ المسطار عن سيدنا جايل بمار يا مرحبا بغدومه من الوقت كي جا البشار في فرح من الله يدومه. بسم الله بسم الله فتح الاشعار منذ المسطار عن سيدنا جايل بمار يا مرحبا بغدومه من الوقت كي جا البشار سعيد فرح من الله يدومه. فتح الكلام نبدا قصادي منذ منشادي عن سيد في الكون درتها عمادي وعنه النادي وملزوم بغناه في كل نادي بالطبل صادي موجد ننظم محروف ينقادي وزي ترشادي ونوزع الكولا وموزع الكولا عن كل عن كل حادي ندن بوادي وكل يعرف وسيد اسيادي محرك زنادي وهالبحر بلا اذن منه يعوم والمداح كان جاه نساه نومه. صلاة النبي كي الشيخ جانا لداره يفقد صغاره سعيد يومنا سعيد يومنا اليوم شفنا انواره وفادت اسراره بالعيد هروته تذهب اشراره وتفتح ازهاره رواقبنا بعد جفاف صب منطاره خضاره تجاره ويا سعد من جاه لكمال زاره كي العباره والسير كل من يحب يتبع اثاره ويقبل افكاره يسير مع الركب سير الحضاره يربح عماره كي جالسه كي جالسه تشوف عنك علومه وناصر الدين قاهر خصومه. صلاة النبي غمار ربي عطاها صلاة النبي غمار ربي عطاها للشيخ جاه الحباب في طرب مجلس صباها سره سقاها وطريقة الشيخ منذ نشاها هنايا بداها كل خلف الشيخ بهم معناها شدوا بناها بالعلم والذكر شايد اسماها وتت منتهاها واليوم بالعيد زايد بهاها من اليوم جاها شباب العلم سيدي حماها وترسن قفاها كل صنف من علم هنايا تلقاها المكاتب اثراها عناوين بلاء فرفوفة ملاها لكل محتواها ومن يقصد البحث يجد المعلومة المريد لازم يكون نفاع قومة المريد لازم يكون للشيخ تابع مدوب طايرة في كل مجال دراس نافع فهام سارع ومواكب العصر قادر يقارع يسوس المواقع على منهج لابد يقدر يدافع بحوار نافع ويترك اللي داخلين خبث المعامعة وحديث الشوارع يضم سنته وفرضي لازم الجامع يعايش الواقع الحوار اذا عاد ما فيه دافع عنه وترفع اذا كنت مريد الشيخ تبع برضاي تتمتع والشيخ دليل هو خليفه الشافع ممد مانع اياك يا باغي الخير ليه سارع وسيط تسمع والشيخ طب للضر يبري الضالع دكتور بارع كل مضروب هو يفاجئ يهموم على ابناه حنين واعطوه هدومه هالوقت العيد فريد عسره هل وقت العيد فريد عصره مولاي نصر عالي على الكل سلطان حضره مامور بمره فالفين جا سعد والخير فتره ثرايك وبشره يا سامع القول في قمار عبره مكثور خيره تاريخ موجود كان كنت تقرا سقسي الخبره اسال ترى دار حمى الخضره الخلوه العذره والواحد العيد معلوم سره موهوب نصره والسر في قمار في كل حجره والسر في قمار في كل حجره والسر في قمار في كل حجره موجود اثره والعلم في قمار كمواج بحره موجود غزره على سوف ضوي ربي يدومه من يورد قمار بحره يعومه. صلاة النبي على الشيخ نظمي ينقدر انقامي النفذ مداح على صاحب العصر وحده مداح على صاحب العصر وحده مداح على صاحب العصر وحده صلاة النبي على الشيخ نظمي قدها هنقامي النفته ومداح على
خليفة جدة، غلام مبيوع مشرة الخدة، مكتف المحدة. والله 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 ما كان ندة ولا تقيس حتى. والله 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 ما كان ندة ولا تقيس حتى. ويا الله احنا نطلب نكون ولده وفي زمام عنده، ويا رب تنصر الشيخ وتعز جنده عن كيا تعده. ويا ناصر الدين يا سيد هدى منور القعده، اللي جالس القوت يتقد سعده ولا يطيق وعده، وعلى شعر ينيف في جلي هموم يعليه في الشام فوق الخصومه. بسم الله فتح الاشعار منذ مسطار، على سيدنا جاي القمار يا مرحبا بقدومه، من الوقت جاء البشار سعيد فرحنا الله يدوم. شكرا سيدي. يصيبون وسلام على المصلين.